حلو يا شباب، هنعمل هيلثي بان كيك. قشطه قشطه، عشان نكون متفقين. بس معايا الشوفان لسه هطحنه، زبده، كاكاو خام، بيكنج باودر، معايا حته من كيس كده هستخدمه لو عاوز افتحه، معايا 2 عسل، واحده احطها جوه الوصفه وواحده احطها من فوق، بيضتين زبادي لايت. يعني احنا هنعمل وصفة شوفان سهلة جدا. دلوقتي اول حاجة هعملها ان انا هطحن الشوفان بتاعي، ده اول حاجة انا هعملها. بس يعني هغسل بتاعي دي الاول عشان انا استخدمتها امبارح ومغسلتهاش، فهغسلها واجيلكم. عملت الشوفان وده شكله، حط بيكنج باودر، اظن دول حلوين كتير اوي. مش عارفة كافيين ولا احط تاني، بس انا حاسة ان هما تمام. يعني بيضتين بقى، البيضة التانية، كل العذاب ده عشان بس عارفة اصور لكم بيض يعني فانيليا. تمام، بصوا حلو اوي، متأسفة اكل حاجة هيلثي يا جماعة بجد. حطيت عسل للتحلية، حطيت مربى بلح اسود كنت عاملاها، حطيت كاكاو. هدمج كل الحاجات دي مع بعض وهبدأ احط زبدة على الطاسة عشان خاطر اعمل البانكيك. ده القوام بتاعه بنات اهو، في طبعا قطع البلح، بس القوام ده كويس جدا. هبدأ بقى اسخن الجريل او الطاس او اي حاجه واحط فيه حته زبده صغنونه. شكل البان كيك اهو، حط عليه عسل بس، طبعا كم واحده مني يتحرقوا طبعا، ده اكيد لازم احرق حاجه، يعني ما ينفعش كل حاجه تعدي سلمي. بس المهم ان انا نجحت في الوصفه وظبطت الدنيا، وفطار صحي اهو تحفه لذيذ هيعجبكم جدا. عايزه اقول لكم بقى، طلعت كده على الصاله نظفتها تنظيف كامل شامل متكامل بجد، ونظفت اوضه النوم ونظفت التواليت ونظفت المطبخ، عملت كل حاجه حرفيا انتم مش متخيلين، كل حاجه بمعنى كل حاجه. بس ما لحقتش اصور معاكم لاني بجد كنت بعمل وانا مستعجله جدا، عايزه اخلص الحاجه عشان ايزابيلا ما كانتش هتحلني يا جماعه ولا كانت هتسيبني ابدا، فقلت اخلص كل الحاجه اللي ورايا كده وانا كده بضمير مرتاح عشان ايزابيلا. مروان كان جايب لنا ايس كريم، كلنا كيمو وصورت معاكم دي، بس ما صورتش كيمو بقى ولا صورت اي تفاصيل ولا اي حاجه. الايس كريم اللي بالمانجا ده بجد رهيب، وجاب لي بقى مانجا يا جماعه، جاب لي مانجا كتير قوي. المانجا دي عملت بيها اختراعات ايه كتير، وعملت بقى عصير كلناها كده، عملت بيها ام علي هعملها معاكم في الفيديو ده. المانجا بحد ذاتها بوجودها كده في المكان تحفه اساسا. بقى اوريكم الحاجتين اللي انا خلصتهم النهارده، او خلاص قالوا لي ميرا باي باي، احنا النهارده ماشيين وهنتكل على الله. فتعالوا كده نشوفه معايا. هو كربميد، طبعا احنا عارفين استخدامات كربميد، يعني مش محتاج ان انا اوضح لكم. ده بستخدمه للقدمين، للركب، للاكواع، للاماكن الحساسه، كتفتيح، في نسبه يوريا تقشير للجسم لو انتوا برضو في نسبة كلف في جسمكو ما بعد الحمل وكده، حلو جدا وسعره رخيص ومتوفر في كل الصيدليات، واقتصادي اوي يا جماعة. تقدري ان انتي تكرريه خلال الشهر مرة او مرتين او 3 كمان، مش زي الحاجات الصعبة اللي ما بنقدرش ان احنا نشتريها، اسعارها بتكون معدية 500 و600. لو قدرت تجمعي تمنها مرة مش هتعرفي تجمعي تمنها مرتين 3 كمان. فده من الحاجات المتوفرة اللي هتقدري تجيبيها دايما، وهيكون عندك منه على طول في البيت. تمام، حلو جدا على فكرة، لطيف قوي. جربت احطه بعد الشيفنج ما عجبنيش، عمل لي تحسس وعمل لي التهاب، ما كانش افضل حاجة بالنسبة لي، فما حبيتوش بعد الشيفنج. غير كده حبيته في كل الاوضاع. خلصت كمان السيروم ده من فيلا كورد. تمام، ده هير سيروم. السيروم ده سيروم مصري وفضل فيه حبة لو انتوا شايفينهم اهم، هستخدمهم بكرة. يعتبر نقطتين كده او 3 نقط. السيروم ده مصري، سعره كان رخيص جدا جدا، كان سيروم عادي بصراحة، يعني مش هرجع اكرره تاني، عايزة اجرب حاجات اجمد، حاجات افضل منه.
قعد معايا فترة كويسة، الباكجينج بتاعته كويسة، اللي عمل فيه كده انه اعملني 3 4 مرات ورا بعض، فالسبراير بتاعته ضاعت وكده، بغض النظر عن جوري اللي شغال عطس حرفيا الساعة 5 الفجر دلوقتي. هو في سيليكون وارجان اويل كان عادي يا جماعة، عادي سيرم عدى عليا، ما مش افضل، مش اجمد حاجة بالنسبة لي، يعني مش الحاجة اللي انا اكون عايزة اشتريها او نفسي ان اشتريها تاني او كده، فعادي انا ممكن مرجعش ان انا اصلا اكرره تاني، عادي جدا. بس دي كده المنتجين اللي انا خلصتهم النهاردة. يعني صباح الخير، لسه صاحية. المفروض ان انا هعمل دلوقتي الاومليت وكده، بس انا عادة يعني بصحى مش جعانة، بس صحي النهاردة جعانة. ده عادي جدا. ده اللبن بتاع المراية اهو، الموتزاريلا، وادي النسكافيه، وهعمل البيض. طبعا هعمل البيض بالطريقة المعتادة، فمش محتاجة يعني اصور لكم واوريكم تفاصيل البيض وكل الحاجات دي، لاني هعمله بالطريقة العادية خالص، يعني الاومليت واللي انتوا عارفينه اساسا. فخلص الفطار كده وارجع لكم. ده بالجبنة تحفة، تحبوه؟ صورك انتي؟ يا جماعة الضن، انا خلصت البيض بالموتزاريلا وهنروحوا نفطروا حاليا. يا جماعة انا كملت 16900 مشترك، فاضل لنا 100 واكمل 17000 مشترك. طب 17000 هتبسط جدا لما اكملهم، لان هيبقى فاضل لي 3000 بس وابقى 20000 مشترك على يوتيوب، وده بالنسبة لي رقم حلو قوي، رقم كبير، رقم انا كنت مستنياه. فانا مستنيه ال20000 فارغ الصبر، بس دلوقتي في الوقت الحالي بس اكمل ال17000 مشترك، وبعد كده نشوف الدنيا فيها ايه. يعني الاول بس فاضل لنا 100 بس، يعني 100 حبه صغيرين، في نفس الوقت بياخدوا معايا وقت بصراحه، يعني من غير ما نكذب، لا بياخدوا معايا وقت بجد، بياخدوا معايا وقت حلو يعني، بس مش مهم يعني، احنا ما حدش بيجري ورانا، النجاح كده كده جاي، فما تيأسوش يا جماعه بجد، خدوني كمثال ليكو. انا كل ده ما كملتش 20000 مشترك عشان مصممة ابقى بمجهودي، ما شاء الله عليا. الارادة بجد 100 بجد. انا خنتكم وعملت حاجات كتير جدا جدا النهاردة من غيركم بجد، بس ده لان مروان كان اجازة، وايزابيلا كانت واخدة التليفون بتاعي فما كنتش عارفة اخده منها، عشان في سبيل الراحة النفسية يا جماعة. وكمان عايز اقول لكم ان انا اتفرجت على المسلسل بتاع حالة خاصة، جامد يا جماعة بجد جامد. المهم انا سايبة ام علي دلوقتي في الفرن عشان تاخد وش وكده. ام علي دي بتاعت ماي واي، يعني اول مرة اعملها يعني بنفس الخطوات، كنت الاول بعبط وما بعملش نص الحاجات. وقطعت كده منجية، لسه هتتقطع تاني طبعا على الطواجن وكده، يعني مش عاملاه في طاجن واحد، عاملاه في التاني في طواجن صغيرة، على اساس ان شكله يكون زي بتاع بره بالظبط. فانا اتمنى تكون طعمها حلو، لان انا نفسي في ام علي. حطيت لنفسي سكر دايت وما كترتش بقى في الزبده، ولا حطيت سكر ولا اي حاجه عشان تبقى هيلثي، فاهمين قصدي؟ بس زبالة بقت مع التليفونات يا جماعه، حاجه غريبه بجد. اطفال عايزين يترنوا علقه كلهم. لكو عندي الغسيل ده بس عايز يتطبق، والله العظيم كسلانه اطبق دول، متخيلين الحوار وصل معايا لايه؟ انا كسلانه اطبق الكام شرب دول وبنطلونين، مش فاهمه انا ركناهم ليه طول النهار. انا مضطره دلوقتي اطبقهم عشان اخلص، حسن ورايا حاجه عايز اتعمل، وفي نفس الوقت عماله اسوف لها، والحاجه اصلا ما تستاهلش. بس ساعات يا جماعه بجد ما بيكونش عندنا طاقه ان احنا نعمله حاجه بسيطه زي دي. لما حد يقول لكم ما عنديش طاقه، صدقوه فعلا ان هو ما عندوش طاقه، لان جس وات، انا ما عنديش طاقه والله العظيم اطبق الكام شراب دول. انتم متخيلين الحوار واصل معايا لايه؟ بس انا مضطره ان انا اتماسك واطبقهم دلوقتي عشان اخلص منهم، عشان الحوار كده بجد هيبدا يزيد عن حده. اسفه لاي حد هدي طاقه سلبيه، بس انا ما عنديش حتى طاقه سلبيه اديها لكم. انتم متخيلين الحوار واصل لاعلاه. بعدين يا جماعة النهاردة أول يوم ألبس فيه خريفي، ألبس ترينج على بعضه، يعني مش فاهمة، والدنيا حر يعني. بصوا أنا أول مرة ألبس بنص كم من فترة طويلة. ايه في ايه في ايه في ايه بجد؟ مضطرة دلوقتي ألبس، خلاص بقى ألبس صيفي تاني.
اعمل ايه بجد؟ ام علي خلصت اهي وخدت وش، الحمد لله خدت وش، الواحد مبسوط جدا 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 جدا. انا هطلعها دلوقتي حاجة حاجة كده، مش عارفة اسيبها تهدى ولا ايه، ولا هطلعها البوتاجاز غالبا، يعني هطلعها البوتاجاز. عملت احلى ام علي. طب بجد بقى حطيت عليها المانجو كده زي ما انتم شايفين جماعة، والله العظيم اي طبق من دول بره هتلاقوه معدي، يعني حاجة زي كده بالمانجا هتلاقيها عاملة 85 90 جنيه. عملته حرفيا، يعني جبت الباكوين من ماي واي تقريبا 80 أو 85، والمانجا عندي والقشطة مع في علبة أم علي، هو احتجت بس مانجا ولبن بس وحتة زبدة بس. متخيلين عملت معايا القمر ده؟ بجد تحفة، يعني أنا لسه برضه هدوق طعمه وهقول لكم ريفيو، بس الشكل كده جامد، وأول مرة أخلي أم علي تاخد وش كده في البيت، فرحة أدوقها لهم بقى كده، وبعد ما ناكلوها اجي اقول لكم طعمها كان عامل ازاي وهم قالوا لي ايه عليها بالظبط. قشطه قشطه، شكلها يشهي بجد. زيكو عاملين ايه؟ تعالي اقول لكم الروتين اللي انا ماشي عليه لبشرتي الفتره دي، ومريحني جدا، مبسوطه منه جدا. كل الحاجات بصراحه خطيره، ما فيش حاجه مبوظه بشرتي، ما فيش حاجه مطلعه لي حبوب، الحمد لله كل حاجه لطيفه جميله جدا، داخلة دماغي حلوة، مناسبة للصيف اللي فات كله، والحمد لله كمان في بداية الشتاء اهو، بداية الخريف، يعني كل حاجة مناسبة، مفيش حاجة مبوظولي بشرتي ابدا. نبدأ بايه؟ بصوا بعد الغسول احنا بنحط ايه، خليني كده اعملها لكم بالترتيب. اوكي، بعد الغسول انا بستخدم التونر ده من درماتيك. الغسول اللي انا بستخدمه من براند ايه؟ من براند درماكتيف، خطير يا بنات، جامد قوي وعجبني ومريح بشرتي الفترة دي. بستخدم بعديها التونر ده من درماتيك، هو في الاواخر كده خلاص هيودع، يعني هيقول لي جود باي خلاص. خطير، حلو قوي قوي بطريقة ما تتخيلهاش، جامد جدا. بيعمل ايه بقى؟ طب انت عمال تشكري فيه، طب ما تقولي بيعمل ايه. اول حاجة بيضيق المسامات، بيظبط افراز الدهون، بيعادل افراز الدهون جدا جدا في الشهور الصيف يا جماعة، 6 و7 و8 اصعب 3 شهور، هو بصراحة كان بيظبط الدنيا فيهم كويس جدا. طبعا في سلسليك اسيد، بيقلل الحبوب بطريقة رهيبة بجد، بطريقة غريبة. كمان بيعالج الحبوب اللي اوريدي طلعت لك، خاصة الحبوب الكبيرة بقى، ايه المقلبوزة دي اللي بتضايقنا كلنا، اللي بتكرهنا في عيشتنا مش بس بتضايقنا. بعد التونر انا بحط يا اما سيرم يا اما ما بحطش عادي. السيرم اللي انا بستخدمه الفترة دي هو السيرم ده الهيلورونيك اسيد من ايفون، بصراحة جامد قوي، الفورميلا الجديدة روعة، تقيلة جدا، تدي نضال البشرة، بترطب البشرة، بتخلي بشرتك صحية، وكمان بتخلي بشرتك زي المارشميلو كده، فهي بجد بجد الفورميلا الجديدة خطيرة، عجبني قوي. مفيش غير عيب واحد بس في الفورميلا الجديدة، السعر، سعره عدى 700 جنيه في الكتالوج يا جماعة، سعره بقى عالي قوي، يعني هما كل الأسعار زادت وكل حاجة، بس بجد بجد ده زاد من 400 وحاجة ل 700 وحاجة، زاد 300 جنيه مرة واحدة. دي حاجة مش لطيفة خالص، لأن في ناس بتحبه زيي مثلا، يعني أنا بحب البرودكت ده، أعمل إيه؟ طبعا هبطل أشتريه عشان خاطر سعره. المرطب بقى بستخدم نوعين، سيرافي ده عندي من السنة اللي فاتت انتوا اكيد عارفين، بس انا ما بستخدموش غير في الشتاء، فاستخدمته الشتاء اللي فات وهستخدم الحب الباقيين منه في الخريف الفترة اللي احنا فيها دي، عشان تكونوا عارفين بس وتكونوا متابعين معايا. انا استخدمت الشتاء اللي فات ووقفته من شهر 4، يعني موقفاه بقالي 6 7 شهور كده، وهرجع استخدمه الفترة اللي احنا فيها دي. وبستخدم درماتيك، انا في دماغي درماكتف قوي، درماتيك طبعا خطير، ما بيعرقش البشره، ما بيدهننش البشره، ما بيطلعش حبوب، بيعالج الحبوب اللي اوريدي موجوده برضو على فكره. لطيف جدا على البشره الدهنيه، مش تقيل خالص، بشرتك بتمتصه وبيدي مظهر مات للبشره، من الحاجات الخطيره لدرجه ان انا قررته تاني يا جماعه، بس حاليا جبت درماكتف عشان بقى اجربه، يعني انا ده بكرره دايما، جبت درماكتف عشان اجربه واشوفه عامل ازاي. سيرافي طبعا جامد، مش من ليس عليه غبار، وفي اس بي اف كمان 25 تحفة، بس طبعا هو مقطعة وسعره كمان زاد قوي، لو مش عشان مقطعة عشان كده فهو مقطعة عشان سعره يا جماعة. طيب
الاي كونتور او الاي سيرم او الاي كريم، شوفوا انتوا بتقولوا ايه. ده من بزلاين، تمام، حلو جدا جدا جدا، كميته كبيرة، اقتصادي بعد فترة طويلة، سعره كان كويس بالنسبة للكمية بتاعته. حاليا سعره ممكن يكون 400 جنيه، بس يا جماعة يستاهل، لان بجد بجد بيقعد معاكي فترة محترمة، كويس جدا جدا، تحت عيني بتشربه بسرعة. هكرره تاني على فكرة، يعني انا حاليا جايبة بتاع ستارفيل، لو بتاع ستارفيل ما جاش معايا سكة انا هرجع اكرر ده، او بعد ستارفيل هرجع اجيب ده، انتوا فاهمين قصدي. بس في اي كريم كده اللي هو الكوري الجديد اللي هو الموف ده، انا لازم اجيبه واجربه، لاني حاسة ان هو بجد هيعمل تغيير رهيب. والفترة الجاية ان شاء الله هحاول ان انا اجرب سكين كير كوري، لاني بجد سوبر اكسايتد ان انا اجرب السكين كير الكوري. للشفايف بقى انا بستخدم الفاكرين دي بتاعت المتزوجين دي، بستخدم اهو الليب بالم دي، لما تخلص خلاص يعني خلاص خلصت، مش هرجع اكررها، عشان الليب بالم يعني مش حاجة ضرورية، يعني اللي هو اجيبه اجيب كل ده عشان الليب بالم، وهي كويسة على فكرة وحلوة، بس عادي فاهمين، عادي يعني مش هرجع اكررها. برضو بستخدم السيسا سليبينج ماسك، ده حلو قوي بالسيسا، بيعيد بناء البشرة بتاعتك، ده ماسك النوم يا جماعة، قوامه خفيف جدا على بشرتك، رهيب. بستخدمه لما بشرتي بتكون مرهقة، او حاسة ان انا بشرتي تعبانة جدا، او لو عندي مناسبة تاني يوم كده او تجمع او كده، عايزة بشرتي تبان جلوي، خاصة لو هصحى الصبح بدري وكده، حلو قوي ده، انا هاخده معايا المصيف، عشان طبعا بشرتي بتتهلك في الشمس طول النهار، فمحتاجة حاجة يعني ترطب كده على قلبي شوية بالليل، فهاخد السليبنج ماسك ده معايا المصيف ان شاء الله، المصيف ده يعني نقول يا رب. هو حلو قوي من براند اينا ليب، ده كده الروتين اللي انا بستخدمه الفترة دي لبشرتي، ومريحني جدا جدا. هاخد دول كده احطهم عشان عايزة اطلع سيروم، هطلعه معاكم والله، لا اطلعه معاكم سيروم بتاع شعري خلاص خلاص، فانا هطلع الاستوك اللي عندي، وعايزه اكتب بقى ان انا محتاجه سيروم. طالما طلعت الحاجه اللي عندي ببدا اكتب ان انا محتاجه سيروم حالا بالا، عشان لما ده يخلص انا محتاسه، فاهمين قصدي ايه. طيب خلينا بقى ناخد كده من درج الاستوك بتاعي او درفه الاستوك بتاعي الحاجه اللي انا محتاجاها. انا محتاجه سيروم اهو، ده السيروم بتاع ايفن، تعالوا نفتحه مع بعض، والله لا نفتحه مع بعض، اللي هو من ادفانس تكنيكس. ادفانس تكنيكس جربت من عندهم الشامبو، ما جاش معايا سكه بصراحه، مش عاجبني، مش هرجع اكرره تاني طبعا. جربت ايه تاني، جربت ايه تاني، او جربت كمان الجل اللي هو الليف ان، برضو ما جاش معايا سكه بصراحه، مش هرجع اكرره تاني. ده السيروم يا رب يكون كويس، انا بامل ان هو يكون كويس، الباكج بتاعته ازاز، ريحته برضو حلوه، هو ريحته تحفه، ايه ده، ايه ده، ريحته تحفه جدا، متوقعتش ريحته تكون كده، ريحته روعه، ده بالارجان اويل. هو انا ليه حاسه ان هو هيعجبني، انا حاسه ان هو هيعجبني، هل هو هيعجبني ما اعرفش، بس انا كاميرا احساسي كده ان هو هيبقى لطيف جدا، حاسه ان انا هكرره، مش عارفه. وقوامه كمان حلو قوي، تحسه كده تقيل وخفيف في نفس الوقت، يعني حاسه ان شعري هيمتصه في نفس الوقت، شعري هيستفيد منه، مش عارفه، بس انا متفائله بيه جدا يا ابني، وحاسه كده ان انا هيبقى فيه مستقبل، فاهمين قصدي ايه، حاسه ان بينا مستقبل كده رهيب. بس كده يا حلوين، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك للشانل، فاضل لنا اقل من 100 ونوصل 17,000 مشترك، ودي حاجة بسطاني جدا وفرحاني، يا رب دايما في نجاح دايما مع بعض، وربنا يكترنا كده نبقوا كتير كتير كتير.